أسبوع الحسم في ملف بريكزيت هي آخر فرصة يكون فيها اتفاق أو لا يكون. على مدى أشهر تحرر المفاوضون البريطانيون والأوروبيون من ثقل خلافاتهم على مستقبل التبادل التجاري والحدود الأيرلندية، لكنهم علقوا بشباك الصيادين. على موائدهم يريد الأوروبيون الحصة الكبرى من سمك المياه البريطانية 80% وأكثر، مقابل وصول بريطانيا إلى السوق الأوروبية الموحدة دون تعرفة جمركية، قسمة يرون هنا أنها مجحفة وتقوض مفهوم السيادة. يبدو جونسون مصمما على تحرير الأسماك البريطانية من شباك الأوروبيين، من دون ذلك سيكون بريكزيت بلا معنى، خروجا منقوصا في نظر من صوتوا لانفصال كامل عن الاتحاد الأوروبي. لم يتغير موقفنا من ملف الصيد. لن نتمكن من إحراز تقدم إلا إذا قبل الاتحاد الأوروبي حقيقة أننا يجب أن نكون قادرين على فرض السيادة على مياهنا. عازم جونسون على استعادة الثروة السمكية، وفي الجهة المقابلة يضغط الرئيس الفرنسي، فالصيادون شمالي البلاد يعتمدون بكثرة على المياه البريطانية، من دونها ستموت موانئ الصيد في سواحل النورماندي. سنكون يقظين جدا، إن حماية أنشطة الصيادين في المياه البريطانية شرط أساسي، وكذلك ضمان قواعد السوق والمنافسة على المدى الطويل. تجاذب فرنسي بريطاني أكثر منه أوروبي بشأن ملف الصيد، لا تنازل من الجانبين، فخلافاتهما البحرية ليست جديدة. قبل سنوات اندلعت حرب المحار بين سفن الصيد الفرنسية ونظيراتها البريطانية في عرض البحر. المعركة مستمرة، لكنها اليوم على طاولة المفاوضات، وقد تنسف جهود المفاوضين في التوصل إلى صفقة تحكم العلاقات التجارية مستقبلا بين لندن وبروكسل. صابر أيوب، العربي، لندن.